الجزائر تاني يا جماعه، فرحه الجماهير، لان النهارده فرحه الجزائر كانت كبيره قوي. طبيعي تونس تفوز على مدغشقر، التاريخ والخبرات وحاجات كتير جدا، لكن اللي احنا شايفينه ده ما جاش بسهوله. جه ان في ناس في الملعب عرقت في الملعب وكانت غيوره على منتخبها وعلى التيشيرت اللي لابسينه، وعملت يعني جيم اكتر من رائع، وكانوا متقدمين وكانوا ممكن ينهوا المباراه في الوقت الاصلي 2-0 بعد عفوا بتاع ضربه جزاء بغداد بنجاح، وكانت دخلت وخلصت الليله. لا بيتعادلوا وقت اضافي وبيتصاف سفيان فجولي وبيخرج ورياض محرز بيخرجوا الراجل، عادي جدا عادي جدا. ألف مبروك للجزائر مرة أولى وتانية وتالتة، ألف 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 مبروك للشعب الجزائري، مبروك. إن شاء الله الفرحة تستمر لنهاية البطولة وتكون أو يكون النهائي ما بين الجزائر وما بين تونس، وألف ألف ألف مبروك للشعب التونسي الشقيق اللي النهاردة يعني ريحونا شوية، يعني خلصوا الماتش بدري بدري بدل الماراثون بتاع غانا، خلصوا الماتش بدري بدري. بس عندكم ماتشين جامدين جداً، عندكم نيجيريا جزائر سامعني للنهاية زي ما انتم ان شاء الله توصلوا للنهاية، عندكم يا اخواتنا في تونس سنغال، سنغال طلع عندها لعيبة وعندها ارقام وعندها كل حاجة، ان شاء الله يا رب النهائي يبقى نهائي عربي تحتضنه مصر بإذن الله.